والله المباراة ما فيها شيء الصراحة، الفريقين حاسين انه خايفين من بعض، ولا تغيير ما حصل الا نزول كيتا بس. المستوى الفني للمباراة جيد؟ جيد جدا. طيب بحكم انك متابع المباراة هذه، ممكن شقيقك حارس محترفين استاد في هذه المباراة، تتمنى انه يتوفق اليوم؟ تبغى نتكلم بصراحة؟ ايه، انا من عشاق المدي. عشاق المدي؟ يعني ما حد شجع اخوك اليوم؟ لا والله صراحة ما حشجعه، شجع الهنداوية انا. اخوك طيب؟ اتمنى له توفيق ان شاء الله. ايه، اتمنى له توفيق في اي مباراة، لكن قدام الهنداوية صعبة يعني؟ مرة صعب صراحة. يعطيك الف عافية. ورؤية الجمهور في البطولة، ايش رايك في تنظيم البطولة؟ جيد ممتاز. من متابعي البطولة؟ لا والله ممكن. أول مباراة تحضر؟ ممكن. تتوقع مين يفوز؟ المحترفين السد ولا المدير؟ لا إن شاء الله المدير. كم النتيجة؟ 1-0 إن شاء الله. زي ما هي يعني؟ زي ما هي. طيب أنت ممكن تتمنى مين يعني يحقق البطولة في الموسم؟ المدير. يعني ما حيكون في بطل جديد، المدير حيحقق النسخة الثالثة تقريبا. إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله ماشي. عرفنا على اسمك بس. محمد المشيخي. مشجع مين؟ مشجع ميلانو. ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم جيت تابع شباب المدي ومحترفين استاد، تتمنى مين تقابل؟ والله اتمنى اقابل المدي في النهايه. اتمنى اقابلهم في دوري الثمانيه. من الممكن ما حتلتقوا انت ومن المدي، ما حتلتقي الا ممكن في المباراه النهائيه تقريبا على حسب الجدول. انت تنتظرك مواجهه ممكن قدام فريق لعبت معاه المباراه الافتتاحيه والنجوم الجديده. مين حيكسب الرهان؟ نجوم الديدة تقريبا خرج نجوم الديدة، فممكن نقابل. ما خرج، فاز 5-1. اها طيب اوكي، نتمنى ان شاء الله نقابلهم وباذن الله نهزمهم. تعشق مين في ميلان في خط المقدمه؟ صراحه ميلانو فريق كبير، نعشق في ميلانو فرنسا. غير علي فرنسا صراحه ناسي اساميهم، لكن اعشق فرنسا. طيب يعني انت اليوم حاضر غير مباراة ميلان، ايش اللي جذبك وخلاك تحضر هذه المباراة؟ صراحة جذبني حضور الجماهيري والدورة لها سمعتها في الحواري، في حواري جدة. مستواه الفني وايش رايك فيه؟ مستوى الفني عالي جدا، اتوقع معظم اللاعبين يستحقون انهم يلعبوا في دوري زين المحترفين، الدوري السعودي. طيب من خلال رؤيتك الفنية وما شاء الله وتقييمك على مستوى اللاعبين وانهم ممكن يشاركوا في بطولة دوري زين، نحب انه نستفسر منك. العام الماضي كان في بطل جديد اللي هو كان شباب الربيع. في السنة هناك أخبار تشير بأن الحصان الأسود للبطولة شباب البوادي، ممكن يخطف اللقب؟ في ظل وجود ميلان ومستوى ميلان العالي ما أعتقد. العام كان مستوى ميلان في أحسن حالاته وخرج من شباب القتمي، والمدي كان في أحسن من حالاته وخرج من شباب الربيع. مو من الممكن أن السنة هذه أيضا تتحقق المفاجأة مرة أخرى؟ السنة هذه ما أعتقد. نستفسر منكم، تتوقعوا مين يكسب اليوم، محترفين السد أم شباب المدي؟ المدي أكيد. كم النتيجة؟ أنا أتوقع 2-0 أو 1-0 زي ما. تتوقع مين يكسب؟ أكيد المدي 2-0. اتحادي ولا نصراوي؟ اتحادي بثلاثة. وأنت اتحادي ولا أوه هو. واحد اتحادي واحد أهلاوي لابسين ديربي الرياض. شيء جميل طبعا نشاهده في مدرجات بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد. من خلال آرائكم ومشاهدتكم للبطولة، هذه أول مباراة تتابعوها؟ لا من دائما نجي. ما شاء الله تبارك الله، يعني من الجماهير الحاضرة من بداية البطولة. عندك فريق لفت نظرك في البطولة؟ ميلان ما يحتاج يعني. عندك فريق لفت نظرك؟ الحرمين. طيب مين حيكسب، الحرمين ولا ميلان؟ حيلتقوا بدوري الثمانية؟ إن شاء الله الحرمين. كم حيكسب؟ 1-0. مين حيسجل؟ مجاري مدري مين، واحد اسمه مجاري لاعب. مجاري حيسجل؟ ايه ان شاء الله. طيب سليمان نور هو اللي يرجح كفتهم بدوري 16، دوري 8 حيكون مجاري خاطف الانظار؟ ان شاء الله. مين حيكسب، ميلان ولا ميلانو؟ مين حيسجل؟ انا اتوقع اذا ما جا داود رجع من الاصابه راح يسجل، هو وفرنسا وسعود امين. يعني كم حتنتهي النتيجه؟ 3-0؟ 3-0 او 4-0. ما تحسها ثقيله على فريق الحرمين؟ فريق كبير ترى. والله ما هي صح ثقيله، لكن ميلانو يعني ميلانو كبير صراحه، يعني اي نتيجه احنا لا نقلل طبعا من قيمه فريق ميلاني، وايضا
من قيمة فريق الحرمين. فريق الحرمين له اسم وله شعبية كبيرة جارفة طبعا. هو سابقا كانوا يسمى بشباب النزلة، حاليا بشباب الحرمين. يعني حتكون مباراة مرتقبة بشكل كبير. هل هذه النتيجة يعني أنت متوقع أنها حتحضر؟ والله بحكم مستوى ميلانو أنا أتوقع النتيجة كده، يعني مع احترامي للحرمين مع أنه فريق ممتاز لكن برضو ميلانو كبير. شوف بقول لك حاجة، من ممكن طبعا أن تحضر النتيجة، تبعنا نهاية أبطال أوروبا بين إيطاليا وأسبانيا، ما حد يتوقع هذه النتيجة. ممكن توقع النتيجة هذه 4، لكن أحمد عبده تحدث وقال بأنه حتنتهي 2-1 للحرمين. العين ما تعلى على الحرمين. هتتحدوا بعض طيب؟ إن شاء الله. تحدى أنه فايزين الحرمين؟ أيوة. واللي حيفوز إيش حيقدم هذه؟ اللي يبغى. إيش تد؟ أي شيء. أي شيء منه. أنت إيش حتقدم له لو فاز؟ لو فاز أي شيء. اللي يبغى دي. طيب. خلاص أقلب هلاوي. يعني دحين تحدي، حنتقابل معهم إن شاء الله في مباراة الحرمين. الأهلاوي شرطه انه لو فاز ميلان حيقلب احمد عبده طبعا اتحادي صميم على كلامه حيقلب اهلاوي. لكن انت ايش حتقدم له من هديه؟ انا اقدم له اللي هو يقدم لي. لو فاز الحرمين ايش حتعطيه انت؟ اعطيه تقلب اتحادي؟ لا لا شوف من ناحية هذه انا اكذب عليك قلت لك اقلب، لكن مستحيل انه يفوز. يا هو جيران اتحاد الاهلي طيب. والله على عيني وراسي، بس برضو اكذب عليك اقول لك اقلب وما اقلب؟ لا ما اقلب صراحة، لكن اتحاد ما يفوز. ما حيفوز. يبغى اي شيء على عيني وراسي لكن ما حيفوز. طيب يعطيك الف عافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك.